بسم الله الرحمن الرحيم وحلقه جديده واحدى حلقات برنامجكم صحتك ثروتك الحلقه النهارده حلقه مميزه لان احنا بنحتفل معاكم النهارده بمرور سنتين على برنامج صحتك ثروتك نتمنى ان احنا في السنتين اللي فاتوا نكون وفقنا في ان احنا نقدم لكم كل حاجه مفيده ونتمنى ان احنا نكون يعني اضفنا حاجه لحضراتكم اه النهارده اللي هو زي ما اتفقنا احنا الحلقه اللي فاتت كنا متفقين ان احنا بنتكلم على الموسم الثالث برنامج صحتك ثروتك والموسم الثالث داخل باكشن شويه يعني الفيروس الغامض والسر القاتل ده كانت الحلقه الاولانيه او المخدر القاتل الحلقه النهارده بعنوان السر يعني الثلاث فقرات اللي فيهم بيتكلموا عن السر ما اعرفش ايه موضوع السر ده عايزين نعرف ايه قصه السر ونعرف ايه ما وراء السر عندنا الفقره الثالثه النهارده الفقره اللي كانت ثابته معانا في البرنامج في الموسم الثاني اللي هي مشاغبات عادل وعلاء مشاغبات عادل وعلاء النهارده هتاخد واخدنا في سكه جديده خالص بنتكلم فيها عن السر الاول لتعزيز الصحه النفسيه السر الاول الصحة النفسيه عايزين نعرف إيه؟ يعني معنى ذلك ان في سر تاني وسر تالت وسر رابع عايزين بس الاول النهارده نعرف السر الاول ايه الفقره الثانيه والفقره الرئيسيه النهارده عندنا هنتكلم على سر الفوز اه ايه ده سر الفوز اه هنتكلم آه النهارده هناخد الموضوع بشكل مختلف شويه اعتقد اعتقد من يوم الاثنين اللي فات كان في مباراه كره قدم ما بين آه النادي الاهلي وبيمثل مصر وكان فريق اوروبي اللي هو الباير وبيمثل اوروبا عايزين نعرف ايه لإيه لإيه الوضع بس هنربطه بالحته اللي تخص البرنامج بتاعنا احنا احنا مالناش دعوه بالفنيات احنا مش متخصصين في الكوره وزي ما اتفقنا معاكم في الحلقه اللي فاتت احنا بنفتيش احنا بنتكلم في الحته بتاعتنا عايزين نعرف تاثير التغذيه من اول يوم للطفل على الحاله البدنيه بتاعته ده هو بالعكس ده هو يمكن ضيفنا النهارده هيتكلم على صحه الام وصحه الام وهي حامل هل ده لي كان ليه علاقه او او كان ليه تاثير مع حدث يوم الاثنين اللي, اللي فات عشان كده احنا خدنا هناخد الموضوع بالشكل ده، الموضوع اللي يخصنا احنا، يخص تخصصنا، لا هنتكلم فنيات ولا مدربين مش بتاعتنا، احنا ما بنتكلمش في الحاجه اللي تخصنا. الفقره الاولانيه وهي فقره السر، برضو سر اه، هنتكلم على سر المخدرات في المراهقين. خليني اه نطلع فاصل ونبتدي فقرات برنامجنا النهارده، فاصل وانا واصل. آه، رجعنا لكم تاني بقى في الفقره الاولانيه فقره الكبسوله الفقره المستديمه معانا والنهارده هنكمل احنا كنا لو تفتكروا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على الادمان وعرفنا يعني ايه ادمان هنكمل النهارده آه بتفصيل اكتر على قصه الادمان وهنعرف آه قصه الادمان وما هو سر الادمان في المراقبين خلينا نرحب بضيف ضيفكم هو مش ضيف هو دلوقتي صاحب برنامج دكتور محمد رشيد الشارح حسن منعد دكتور محمد صباح عليك. الفل عليك صباح الفل صباح الفل على فكره انا ادمنت الفقره بتاعتك <applause> <applause> مش ده كلمه ادمان على برضه يعني انت لو مش موجود انا حاسس بحاجه كده مش طبيعيه في جسمي صح انت حضرتك لا برنامجك كمين جدا وانت بالفعل جميل كل كل وقت بيزيد قيمه اكتر والمحتوى بيبقى افضل وافضل وافضل في النهايه لخدمه المجتمع والناس يعني. على فكره النهارده سنتين مروا على البرنامج. بالتوفيق وكل سنه وعقبال ان شاء الله مليون سنه باذن الله واحسن لاحسن بإذن الله, باذن الله. نكمل رحلتنا مع الادمان؟ نكمل رحلتنا. نكمل رحلتنا, مع, نكمل رحلتنا مع الادمان. احنا زي ما حضرتك اشرت المره اللي فاتت احنا اتكلمنا ايه هو ايه هي المخدرات وانواعها وتعريفها والكلام ده كله. هنتكلم هنضيف جزئيتين النهارده او ثلاث اجزاء على حسب الوقت حضرتك ما يسمح اللي هو الجزء الاولاني ايه هي العلامات اي يعني ايه احس ان اللي قدامي ده مدمن أو يعني بيعتاد على استخدام سواء كان مادة مخدرة أو دواء أو عقاقير مخدر أو الكلام ده كله. بس احنا عايزين ناخدها في, في مرحلة المراهقة لأن يعني المرحلة دي هي أكتر صحيح. مرحلة أعتقد بيبقى فيها هي دي هي مرحلة المراهقة طبعا هي دي المرحلة الحرجة لأن دي بيبقى فيها تغيرات مزاجية وهرمونية وفكرية وتحولات كتير جدا للشخص ويبقى الأمور قدامه واسعة جدا فدي هي دي المرحلة الخطيرة فعلا يعني. تمام فاحنا خلينا احنا مركزين بنركزين بنقول إيه؟ بنلاقي إن الشخص قدامنا ده او المراهق اللي قدامنا ده بيكون عنده يعني شعور شديد جدا بالحاجه للمواد المخدره وكمان بيعتاد عليها ياخدها يعني بشكل بشكل منتظم سواء كان على مستوى اليوم او عده مرات في اليوم دي اول واحده رقم اثنين زي ما احنا قلنا برضو قبل كده ان هو بتبقى شغل حيز كبير جدا من التفكيره بتخليه مش قادر يفكر في اي حاجه تانية رقم ثلاثه نلاقي ان هو بيزداد كمان جرعات تعاطي لهذا المخدر جرعات التعاطي بتاعته بتزداد لهذا او العقار ولا إيه. براقب مثلا وانا انا ابني بيتعالج من حاجه معينه او كذا او صديق او اخ او كذا بنراقب بيشوف هل هو بيخت... بياخد كميات كبيره من هذا العقار من ورايا ولا لا بلاقي ان هو بيزداد ك... اتخاذ كميه العقار في مده اطول من من المحدده لهذا العقار كعلاج او خلافه يعني تمام بلاقي مرضك ان هو يعني يحتفظ بكميه من العقار وفي وقت الاقي شايل منه جزء في الدرج في الدولاب في كذا وكذا فاحنا نخلي بالنا من هذه من هذه السلوكيات يعني حاجة بتتكلم على العلامات دي للاسره للاسره طبعا آه. احنا احنا يهمنا المجتمع والاسره احنا بنتكلم كلام كله للتوعيه تمام. كمان ان انت لازم كمان تشوف تشوف هل هو النهارده تلاقي المخدر ده من ضمن برضك الحاجات العلامات اللي تبقى ظاهره ان هو بيحتاج فلوس بشكل بشكل كبير جدا تمام. آآ 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 عايز يجيب رغم ان هو مش معهوش التكلفه ما يقدرش عليها تلاقي ان هو آآ آآ مش قادر دليل بردك على عمليه الادمان نفسها انه حصل ادمان ان هو رغم التغيرات الفسيولوجيه والنفسيه والصحيه اللي بتحصل ان هو لازال متمسك بهذا المخدر او هذا العقار اللي هو م. اللي هو بياخده تلاقي ان هو بيعمل اجراءات ما كانش معتاد عليها زي ما قلنا قبل كده موضوع السرقه او كذا او كذا تلاقي ان هو مثلا عمليه القياده في بعض السلوكيات يقود تحت تاثير مخدر وبالتالي بتدخل في مشكلات كبيره محمد هسالك سؤال اتفضل هو ليه بيلجا للحاجات دي يعني عايزين نعرف الخطوه الاولانيه في الادمان اللي اللي في الغالب اللي بيلجا لهذه الخطوه الاولانيه هي بتبقى بيسموها التجربه على سبيل التجربه دي واحده انت التجربه يعني ايه آه. يعني الصحبه الصحبه ما هي طبعا هي مشكله ما دي الجزئيه ما آه. جزء من انواع الوقايه يعني نخش في الوقايه على موضوع الصحبه ده مم. يعني ايه هو ده بتبقى على سبيل التجربه بيسموها حفله تجريبيه حفل تجريبي خد يعني جرب اه خد جرب ومش دي بتبقى رقم واحد يعني دي يعني دي لو احنا قسمنا الاسباب هتلاقي دي تمثل 70 80% من العمليه ده بيفكرني بايه دايما صحيح. تلاقي الناس وهي بتعزم على بعض بالسجاير صحيح لا بتعزم بقلب جامد ايوه ما هي في لا الاول خد اتفضل في الاول مش عارف ايه في الاول أوكي. وبعد كده خلاص ما بيتعود خلاص آه. ما عادش بيبقى له وجود فهي التجربه على سبيل التجربه دي رقم مم. واحد رقم اثنين لها علاقة بالتفكك الأسري و... و... والأسرة هل الأسرة نفسها متواصلة مع بعضها ولا لا هل بتحتوي ودي حاجة من إجراءات الوقاية فخلينا برضو نرجع عشان يعني هو بس بياخد عشان ينسى ولا بياخد عشان يبقى مبسوط ما هي ليها هي هي بقى هو في جزء تاني خاص بقى بسبب ان انا باخد في جزء اللي هو احساسه بالنشوه بتخليه يديله احساس بالنشوه في ان هي بتعمل له اعراض اللي حاجه اسمها البارانويا يحس ان هو يعني ما فيش ما فيش زيه ان هي ممكن تدينه قدرات يعني غير طبيعيه بمعنى ان هو يفضل صاحي ثلاث اربع ايام بدون مشكله بدون مشكله زي مثلا الادويه اللي بتتاخد أصلاً. طب هو مش عايز ينام ليه برضه؟ يعني على سبيل المثال في بعض ان هم الطلبه بتذاكر ما دي فتره المراهقه في ساعه الجامعه يعني في اثناء الجامعه فعلا احنا مرينا احنا كشو... يعني احنا واحنا طلبه مرينا بكل هذه الاشياء إن هناك أدوية وعقاقير بتتاخد كنوع من أنواع المنشطات وبالتالي بعض الناس بتستمر عليها وبتدمنها، مم. واحد في شغله في شغله نفسه عايز بيشتغل سواق بيشتغل بيشتغل مثلا في عمل محتاج نوع من أنواع ان هو طول النهار بيلف في الشارع أو بيلف في من مكان لمكان لمكان, لمكان عايزه عايز القدرة أنت عارف هي هو السؤال اللي أنا مش لاقي له إجابة، يعني أنت بتشوف واحد مدمن قدامك وشايف ما وصل إليه، ليه أنت عايز تخش في المرحلة دي؟ هي الفكرة ما هو الفكرة لأن هو ما عايز يخش انت عارف حضرتك المرحله زي ما احنا حددنا في الفقره مرحله المراهقه هي م. مرحله نقدر نقول عليها اللاوعي او بدايه اللاوعي بيبقى ناهم جدا للحياه مقبل جدا على الحياه بملح... ملقاش حد يعرفه او يوعيه عمليه الوعي نفسها عمليه مركبه جدا مش ال... مش الوعي ان انا اعرف مجرد المعلومه توصل لي لازم احسها وافهمها واعيشها والا ما كانش الناس كررت المشكلات اللي بنسيبها اللي 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 من يتعلم من دروس الماضي يجري عليه الظهر زي ما أيه بيقولوا، أيه يعني يعني هي دي دي الاشكاليه، لكن انا عندي برضو حاجات تخليني نقول والله انا بتكلم بقى على على اب او اسره او 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 او،, أيه أو. مجموعه من المؤشرات بتدي عشان في بعض الناس بيختلط عليها الامر ما بين التغيرات الطبيعية بتحصل في فترة فترة المراهقة أو عملية الخوف وبين علامات الإدمان من ضمن المؤشرات اللي هي بتبقى موجودة واحد إن هو يكون عنده مشكلات يعني في في المدرسة أو في العمل اللي عنده يعني بص ليه ما بيروحش المدرسة بشكل منتظم أو بيروح شغله بشكل منتظم بلاقي إن هو بيهرب من أداء الواجبات بتاعته سواء م. واجبات عملية أو غيره ألاقي إن النشاط بتاعه أقل دي إحدى العلامات بيبقى عنده مشكلات في المدرسة أو العمل عنده مشكلات صحيه وبدنيه بيبقى عليه مشكلات صحيه وبدنيه شيء رهيبه جدا بتبان بيبقى عنده فقدان في الطاقه فقدان في الدافع في الحافز يعني يعني ناقم عن الحياه زي ما بيقولوا بيكون عنده بيكون عنده فقدان ممكن يكون عنده فقدان في الوزن وممكن يكون عنده كمان زياده في الوزن هي. دي كلها مؤشرات صحيه في عندي مؤشرات تانية مؤشرات سلوكيه او تغيرات سلوكيه بتحصل م. التغيرات السلوكيه دي بتحصل ابص الاقي هو نفسه ابني او بنتي او كاي اي مكان او اخو اي مكان يعني ابص الاقي بقى بيقفل عليه الاوضه كتير م. يعني وبقى بقى, بقى عنده يعني يعمل اجراءات معقده التراكيب على الأسرة عشان ما حدش خش عليه هي. هي. عندك برده السريه في علاقاته ما تعرفش م. هو يعني طول ما ابنك يعني ما تعرفش النهارده راح يقابل مين او رايح فين او مش يقول لك رايح فين دي عنده سريه في في عشان كده احنا اخترنا النهارده الفقره من هنا السر هسالك سؤال في الاخر الوقايه عشان ازاي انا احمي المراهقين من حته الادمان خلي السؤال ده نجاوبه الحلقه الجايه باذن <تصفيق> الله <applause> خلصت الفقره الاولى من الكبسوله النهارده وفعلا يعني خل... نخلي بالنا شويه من اولادنا والصحبه، الصحبه ثم صحبه صحبه ثم صحبة،, صحبه، اشكرك دكتور محمد راشد على هذه الكبسوله وزي ما قلت لك انا ادمنتك. ربنا يديك الصحة. وان شاء الله اشوفك الاسبوع الجاي. ان شاء الله تمام. الفقره الاولى النهارده وتكلمنا فيها عن سر الادمان في المراهقين، خلينا بقى نستعد للفقره الثانيه ونتكلم على سر الفوز، فاصل ونواصل.